السلام عليكم. تم العثور صبيحة أمس على شخصين متوفيين بصحراء ورقلة بين منطقة غرد الباقل ووته بعد أن تم فقدانهم منذ 6 أيام، حيث شارك في عملية البحث والتي نظمها متطوعون حوالي 35 سيارة رباعية الدفع، حيث تم العثور عليهما وللأسف قد فارق الحياة. كما يتعلق الأمر بكل من الضحيتين صمام عمارة من بلدية ميا ونسا ولاية الوادي، ومسعود مسعود من بلدية سيدي خويلد ولاية ورقلة. وحسب تصريحات المتطوعين يعود سبب الوفاة إلى انقلاب السيارة والتي كان يستقلونها رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان وأسكنهم فسيح جناتها. إن لله وإنا إليه راجعون.